الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في رسالتنا التاسعة لرحلة الحج اليومية. ننسج لكم اليوم صور حجاجنا المتوضئين بفرحة العيد وننقل لكم بهجتهم في هذه الأيام الفضيلة، ونقف على خط النهاية في آخر رسالة لنا من مكة المكرمة، وبعدها نودع أطهر بقاع الأرض. نرفع أسماء التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة وعلى رأسها جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء ولي العهد حفظهم الله ورعاهم، وللشعب البحريني الكريم. سائل الله عز وجل أن يعيد علينا أمثال هذه المناسبات بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ويرضاه، ومزيد من التقدم والازدهار لوطني الغالي البحرين. كما أشكر خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة على ما قدموه الحقيقة لحجاج العالم الإسلامي ولحجاج الخليج ولحجاج البحرين على وجه الخصوص من خدمات جليلة يعجز اللسان حقيقة عن الإشادة بها. نسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء. الشكر أيضا موصول للجنة العليا لشؤون الحج برئاسة معالي الشيخ خالد بن علي وأعضاء اللجنة، والشكر أيضا لجميع اللجان العاملة في بعثة مملكة البحرين، وأقول لهم جزاكم الله خيرا. والشكر أيضا لكم أنتم أيضا اللجنة الإعلامية لما قمتم به من تغطية ممتازة وطيبة، أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء. وأحب أن أطمن أهلنا في البحرين بأن حجاج المملكة ولله الحمد بخير وسلامة طيبة، وذلك بحسب المتابعة والتقارير التي ترد إلي فهم بخير ولله الحمد. نهني ونرفع إلى مقام السامي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، وإلى سمو الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء، وإلى سمو ولي العهد سلمان بن حمد الخليفة، ونهنئ الحجاج وحج مبرور وذنب مغفور إلى أهالينا في منى وعرفة. أعايد على كل أهالي في البحرين وأقول لهم كل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده، والحمد لله يعني ما نسيناكم، وإن شاء الله نتمنى شوفاتكم بأقرب وقت، وعيدكم مبارك. أقول لأهلي في البحرين كل عام وأنتم بخير. بصراحة أجواء جدا جميلة وممتازة، وأجواء ما تنوصف يعني، بصراحة أجواء كلش روعة. حسينا بطعم العيد، سنين إحنا في البحرين عيد الأضحى ما نحس بطعم العيد، بس اليوم حسينا بطعم العيد واستانسنا الحمد لله، ومو مقصرين، والكل ما قصر، وكل شيء تساهيل الحمد لله رب العالمين. الله يعودكم إن شاء الله، يجعلكم العايدين السعيدين. ونعايد بهم، عيدكم مبارك، عساكم العايدين. أجواء العيد احنا نشوف العالم، طبعا العيد اسم العيد للحجاج، بس بعد احنا نتعاطي ويا العيد، والعيد يعني كل ما نشوف ناس نعايد بهم مستانسين الحمد لله، وكل شيء مضبوط يعني مش على كل ما يرام الحمد لله، والامور طيبه ومستانسين الحمد لله. نتمنى ان الله يعودنا جميعا ان شاء الله على مثل هذه الايام، والله يحفظ البحرين ان شاء الله لاهلها، ويحفظ حاكمنا ان شاء الله لنا. الله يحفظ مملكتنا بأمن واستقرار ويمن عليها الأمان، والحمد لله احنا سعيدين بالحج، والله ييسر أمورنا. ربي يحفظ البحرين ملكا وشعبا، الله لا يغير علينا
ويحفظ بلادنا من كل الفتن والمكروه ويألف بين قلوبنا يا رب العالمين. العيد في 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 عرفة وفي مكة يعني شيء جميل، شعور لا يقاوم، لا يمكن أن يوصف الإنسان. يعني احنا في اليوم عرفة لما نزلت الأمطار الناس في بعضهم يعني انزعجوا، ولكن باعتقاد أنها كانت اختبار من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي دعانا لزيارة هذا المكان، فالله سبحانه وتعالى كفيل بأن يعني يهيئ الإنسان الراحة. فهي كلها يعني تجربة وامتحان لعملية الاستسلام التام لله سبحانه وتعالى. هذه أنا، وهذا أنا أشوفكم وأنتم جايين في ضيافتي وأنا بمتحنكم. فكانت عملية جميلة. بعد العيد طبعا كان جميل لأن احنا قابلنا الله سبحانه وتعالى، يعني قابلنا وكلمنا ودعينا واستجاب، ونتمنى إن شاء الله استجابة لنا. فرحة لا تقاوم ولا يمكن أن توصف لها. نتمنى أن الله يعطينا الصحة والعافية ونكرر الزيارة لبيت الحرام. والله فالله سبحانه وتعالى احنا يعني تقريبا كملنا تقدر تقول الحج، مناسك الحج الرئيسية، الطواف الإفاضة والسعي كله كملناها تقريبا قبل صلاة الفجر. ردينا السكن فالله سبحانه وتعالى ريحنا وصلينا الفجر. أول شيء صلينا الفجر بعدين ريحنا وكل شيء الأمور تمام ولله الحمد. عقب قمنا تقريبا ساعة واحدة وباركنا على بعضنا البعض وكلينا كيكة العيد، سووا لنا كيكة وكانت فرحة ولله الحمد. وصار مجال أن اتصلنا في أهلنا في البحرين، سلمنا عليهم، عيدنا عليهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. نحب أشكر بعثة الحج لمملكة البحرين على جهودها، وأشكر صراحة البعثة الإعلامية على جهودها في هذه المناسبة الجليلة. وأحب أشكر وبارك وهني لأهلي وإخواني في البحرين، وطبعاً ما أنسى القيادة الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، وصاحب السمو رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو ولي العهد الأمين، وجميع الأخوة والأهل والأصدقاء في البحرين. الحمد لله إحنا مثل ما تشوفون في أجواء منى الليلة يعني 11 من ذي الحجة، ونسأل الله أن يقدرنا على يعني نؤدي مناسك الحج على أكمل وجه إن شاء الله. أبارك لقيادة مملكة البحرين وشعب مملكة البحرين وكل حجاج مملكة البحرين وأقطاب العالم الإسلامي في هذا اليوم المبارك، يوم عيد الأضحى المبارك، انتهاء طبعا هذه المشاعر اللي يمكن جلها كان فيها عمل في جهد. كل الشكر والتقدير على كل من قدم لهذا الموسم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، من توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين. كل هذه الجهود انعكست على أداء بعثة مملكة البحرين، لوجه لهم التحية من خلال تلفزيون البحرين اليوم على كل هذه الجهود الجبارة. واليوم أنا أزور يمكن مخيم منى، لاحظت يمكن الفرق بين العام وبين السنة، فكل هذه يشكرون عليه. فتحيتي للجميع ولكل من يقف وراء هذا العمل. أهنأ عيالي وأولادي وكل شعب البحرين، وأهنأ حكومتنا الرشيدة وعلى رأسهم جلالة الملك المفدى، وهني مملكة البحرين وشعبها وحكومتها الرشيدة فوق رأس الملك وقال العزيز علينا إن شاء الله على قلوبنا. والحمد لله رب العالمين، أمس وقفنا في عرفة وتالي طفنا وسعينا والحمد لله رب العالمين، الأمور طيبة إن شاء الله وكله إن شاء الله بخير وسلام. الله أكبر ولله الحمد. نحمد الله ونشكره اللي أعاننا وخصصنا لخدمة ضيوف الرحمن وبالأخص حجاج دولة البحرين العزيزين جدا على قلوب أي سعودي. طبعا احنا كنا معاكم من يعني من بدايه التجهيزات بالنسبه لمشعر منى وعرفه ومزدلفه. اليوم وصلنا للعيد واحنا ما شاء الله يعني فرحتنا كلها لما نشوف الضحكه في عين الحاجي او الراحه. هذا هو كذا احنا نحس اننا احنا انجزنا، ونشكر الله على هذه الضحكه وهذه الراحه اللي فيها حجاج البحرين دوله البحرين الشقيقه الحبيبه على قلوبنا. أحب أقول كل عام وأنتم بخير لجميع حجاج البحرين وغير حجاج البحرين، أخواننا في البحرين هناك. عاد الله علينا وعليكم سنوات عديدة ومديدة، وإن شاء الله نشوفكم كل سنة معانا وأنتم مبسوطين ومرتاحين في أداء فريضة الحج. وصل سلامي حق أهل البحرين وبخصوص الوالدة، صراحة هالعيد مو بحلو من غير الوالدة. كل عام وأنتم بخير، وإحنا سعيدين جدا إحنا هنا في
في رحاب الباري عز وجل بين الحجاج، وما شاء الله حجاج البحرين كثيرين برغم صغر حجم البلد ولكن العدد كبير جدا، واحنا مستانسين في هذه المناسبة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعود لنا مثل هذه الايام وان شاء الله نحج في اكثر من 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 هالموسم بعد. وهن شعب البحرين كافة على رأسهم سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وسيدي صاحب السمو الأمير الملكي خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقر وسيدي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمين وكافة شعب البحرين، ونحمد الله عز وجل على ما نلقاه من عناية من لدن حكومة سيدي صاحب الجلالة وكذلك حكومة المملكة العربية السعودية، فما رأيناه من نقلة نوعية في هذه في هذا العام وفي السنوات الماضية تدلنا كل الدلالة على عناية المملكة العربية السعودية بالحفاظ على الحجيج وعلى شؤونهم، فجزاهم الله خيرا. ماما موني وبابا عود أسلم عليكم، كل عام وانتم بخير. أقول كل عام وانتم بخير، عساكم من عودة وأتمنى تكونون في هالمكان وياي. أول شيء أهن جميع المسلمين والعرب وأهل البحرين بعيد الأضحى المبارك، احنا وجودنا اليوم في هذه البقعة يعني الشريفة اللي نحسد عليها، واحنا الحمد لله رب العالمين محظوظين بوجودنا في هذه الأرض المباركة، فرحتنا ما لها حدود وسعادتنا بصراحة ما توصف، بأن الواحد يعني لبى وجوده في هذا الحج وأنه يكون أحد الملبين لهذه الفريضة العظيمة، فريضة الحج، ووجوده مع أخوانه من المسلمين عامة في هذه البقعة لها مردود كبير جدا نفسيا. اليوم الحمد لله رب العالمين اليوم يوم عيد، عيد علينا في قلوبنا، عيدنا بعيد في أهالينا، عيد في أرضنا في مملكة البحرين، وعيد كذلك في هذه البقعة الشريفة. هذا العيد بعد ختام واجب عظيم جدا وهو فريضة الحج، بعد الواحد متوجه لعبادته وأدى جميع المناسك وأغلبيته ليوم النحر ليوم العيد، فهو هذه يعني باكورة جميلة جدا نعيشها. نشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين على التسهيلات اللي تقدمها حق الحجاج، ونشكر كذلك جلالة الملك حمد بن عيسى على التسهيلات اللي تم تقديمها إلى حجاج مملكة البحرين، وهذه نلاحظها بصورة واضحة على انطباعات الحجاج. وأنا مريت على عدة يعني حملات في البحرين، ألاحظ أن الكل يعني مرتاح ويحس أن في اهتمام من قبل حكومة جلالة الملك للحجاج البحرينيين. نشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين على الترتيب اللي قاعدين نشوفه، ما شاء الله عمل مميز، ونشكر حكومة البحرين وبعثة البحرين كمان. بفضل من الله اللي بلغنا وعطانا هالنعمة ووصلنا الحمد لله لنا نأدي هالفريضة، يعني أجواءها خيالية يعني، وأجواءها فعلا عشناها بفرحة وشوق. الحمد لله رب العالمين، الله قدرنا وأدينا المشاعر، وصراحة هاي رابع حجة لي، بس من أحلى وأمتع الحجات اللي سويتها من التسهيلات اللي وفروها السعودية، وشكرا لخادم الحرمين وشكرا للحكومة السعودية، صراحة ما قصروا في كل المناسك. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أهنئ كل الأهل في البحرين، ومبارك حق الحكومة الرشيدة، ونشكر حكومة المملكة العربية السعودية على هالتنظيم الطيب، صراحة ما قصروا والله يجزيهم خير، ومشكورين أنتم ما قصرتوا والبعثة البحرينية ما قصرت، يعني لساني يعجز عن الشكر، جزاكم الله خير. أقول لهم كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله أيامكم سعيدة مليئة إن شاء الله. الحمد لله البعثة ما قصروا معنا، مقيمات ممتازة، جميع من في المشاعر يشكرون الحملات، أشكرون المطوفين، وجزاكم الله خير أنتم كذلك، مقاطية تعطية ممتازة، جزاكم الله خير. نحيي كل واحد جهني وتمنى يجي مرة ثانية، فالحياة يعني غير تختلف عن الحياة في بلادينهم، يعني حياة يعني إيثار محبة أخوة، ناس واحد تبي تساعد الثاني، فنشكر الله، نشكر حكوماتنا، نشكر حكومات خادم الحرمين الشريفين، هو اللي هيئ لنا هايك المكان، والمكان المريح صراحة. وحيي تلفزيون البحرين، وحييك أنت شخصياً، وكل عام وأنت بخير. يقول بدر بهلاح من بعد العشاء وقبل،
وقلت يا مرحبا ويا حيد المقبل، لو عادلوني بغيرك قلت أنا مقبل، يا مهجة الروح ويا زين المحية وصل، اجعلت جودك وفضلك فوق راسي وصل، من لجلك بعتنا أهلي وأهل الوصل، مجروح قلبي لعله للدوى يقبل، سلامة عمرك. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، كانت أجواء روحانية جميلة عشناها، يمكن أنا لأن أول مرة أحج فكانت أجواء جميلة جداً، بالرغم أن احنا بعيد عن أهلنا ولكن إحساس جميل، أتمنى من الكل أنه يعيش هذا الإحساس. سبحان الله، يعني كان الكل يقول لي عنه ولكن الآن أنا حسيت فيه، فيا رب أقول يا رب تعطي كل واحد يتمنى الحج يعطي منال إن شاء الله. والحمد لله الخدمات في الحج، الله يطول في عمر خادم الحرمين الشريفين، التنظيم والترتيب والخدمات على أعلى مستوى، لدرجة أن أقول لهم كأنه يضبطون الشيء على الساعة. سبحان الله، يعني تنظيم جميل جدا ورائع، وأهني شعب البحرين والقيادة جميعا بالعيد السعيد، وكل عام وانتم بخير. هي تجربة الحج بحد ذاته تجربة صحية دينية، وأيضا في نفس الوقت أن تتعيش لحظة بعيدة شوية عن أهلك، إحساس جميل يعيش الإنسان. أنا طبعا هذه رابع حجة أنا حجة الحمد لله، يعني بالنسبة لي كان هذا الإحساس في بدايات أول حجة كان يمكن متقد أكثر، الآن وحتعود، لكن بظل أن أنت لما تكون غيب عن أهلك في العيد بالذات تحديدا يكون شوية إحساسك أن أنت بهذا الشعور. أنا طبعا أقدم أجمل التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة ولحكومتنا الموقرة وللشعب البحريني الأصيل وإلى كل المشاهدي إذا تلفزيون البحرين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير وكل عام وأنتم أيضا فرح يتجدد في عالمنا. هني شعور غير، يعني أحس وايد غير، يعني وايد أحلى صدق هناك يعني مع الأهل، بس هني شعور غير روحاني وايد حلو. بمناسبة هذا اليوم العظيم من أرض منى، هذه الأرض المباركة، نهنئ أهلنا وكل أهل البحرين وكل جماعتنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وانتم بخير. وأهنئهم جميع بهذا العيد المبارك، والله يتقبل طاعاتنا إن شاء الله، كل عام وانتم بخير. أهنئ طبعا القيادة بعيد الأضحى المبارك، وهنأ شعب البحرين وشعب المسلمين كلهم بالعيد الحمد لله المبارك، الأضحى المبارك، والله يعيد علينا إن شاء الله على أمة محمد أجمعين. أهني القيادة الرشيدة وأهني أهلي في البحرين والكل من سأل عني ووصلت لهم الدعاء إن شاء الله. نشكر حكومة البحرين على تسهيلات الحج، سهلوا علينا إن شاء الله، ونشكر القيادة. الله أكبر ولله الحمد. إلى هنا مشاهدينا الكرام، نهاية تغطيتنا لرحلة الحج اليومية لهذا العام، على أمل أن نلتقيكم العام القادم. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإشراف أحمد العكبري، التقديم صالح يوسف، ومن التصوير أحمد المدني، والمونتاج عبد الله المناعي. إلى اللقاء. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. جئت للبيت الحرام لألبي في الزحام، ويطوف القلب حبا بين ركن ومقام. جئت مشتاقا ألبي قصدا إياك ربي، أنت غفار وإني أرتجي غفران ذنبي. قد تركت الأهل خلفي، جست بحرا وفلاه،
لا يساوي الكون عندي وقفة في عرفة. جئتها حبا وفرضا أطهر البلدان أرضا، فعسى الرحمن عني فجر يوم النحر يرضى. جئتها حبا وفرضا أطهر البلدان أرضا، فعسى الرحمن عني فجر يوم النحر يرضى. عجما جاءوا وعربا ركبوا بحرا وجوا، ليس بين الناس فرق أبدا إلا بالتقوى. عجما جاءوا وعربا ركبوا بحرا وجوا، ليس بين الناس فرق أبدا إلا بتقوى. جئت مشتاقا ألبي قصيدا إياك ربي، أنت غفار وإني أرتجي أفراد. سرت والشوق طريقي جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق.